قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إن بلاده نشرت صواريخ مضادة للرادار يصل مداها إلى أكثر من 220 كيلو مترا على زوارق بحرية إيرانية سريعة في مضيق هرمز. فدوي أضاف أن الصواريخ التي لا يمكن للرادار رصدها تغطي منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان، مشيرا إلى أن القوة البحرية الإيرانية بإمكانها استهداف منطقة الخليج بأكملها بصواريخ سطح بحر المصنعة محليا، كما تم تجهيز المروحيات بمختلف أنواع الأسلحة لمضاعفة القدرات القتالية للقوة البحرية، مشددا على أن طهران هي التي تحدد ظروف المواجهة البحرية في الخليج وأنها هي من ستأخذ بزمام المبادرة. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا من الكويت المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي. دكتور ظافر، أهلا وسهلا بك. هل صحيح كما تقول طهران بأن هي من تمسك زمام المبادرة في الخليج؟ أمانة أنا أحب أن أشير إلى أمرين. يعني الأمر الأول أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركوا الناس اتقاء شره، هذا هو ما تفعله إيران حاليا. تريد العالم أن يتركها بعرض الشر أكثر من عرض الخير، يعني استعراض القوة بغطرسة من الأدميرال كما يقول. أنا أعتقد أن إيران بحاجة إلى وقف تصريحات رجال الحرب فيها كقضية أمن قومي بالدرجة الأولى. يعني هو قال نحن من يحدد ظروف المواجهة. المراقبين لما يجري لا يعتقدون ذلك. من يحدد المواجهة ليست التصريحات إنما هو ما يجري على الأرض. يعني ألم العقوبات بدأ يظهر على طهران، هناك ألم الطعنات في خاصرة نظام الأسد حليفهم الاستراتيجي. كل هذه الأمور هي من تحدد ظروف المواجهة. أما أن تكون المواجهة كما قال مواجهة بحرية فأنا أستبعد ذلك. يعني لا يخفى عليك وعلى المشاهد الكريم أن هناك قوة الواجب المشتركة CTF-150 وفيها 25 دولة بحريتها موجودة في الخليج العربي. لم نرى هذه المواجهة التي يتحدث عنها الأدميرال علي فدوي. فأعتقد أن جميع ما نسمعه هو محاولة أن نتقي شره كما يقول الحديث الشريف خوفا منه. طيب دكتور ظافر، اسمح لي بسؤال. الآن التصريحات الإيرانية تصدر على أكثر من مستوى حول الوضع في الخليج، هناك تعزيزات دولية من الدول التي أشرت إليها والتي تملك قوة بحرية إضافية في المنطقة، ولكن هل تدرك دول الخليج ما تمثل إيران من تهديدات؟ هل لديها توجهات أيضا لإيجاد قوة مقابلة للتهديدات الإيرانية؟ لا يخفى عليك، يعني قوات مجلس التعاون البحرية ليست بذلك الضعف. صحيح أن إيران تتفوق بقوة بشرية لكن وقد تتفوق بعدد القطع إلى حد ما، لكن هناك تفوق في النوعية، هناك تفوق بتحالفاتنا الاستراتيجية، هناك تفوق بعمقنا الاستراتيجي سواء العربي أو الإسلامي. فلا أعتقد أن الهيمنة الإيرانية على منطقة الخليج العربي كاملة أو على مياه العربي الخليج العربي كاملة. يعني هذه جميعها ادعاءات. لو حصلت المواجهة كما يهددوننا بها بين فينة وأخرى، لا أعتقد أن الميزان العسكري أو ميزان ساحة القتال سيكون لصالح إيران بصفة مطلقة. أعتقد أننا في وضع جيد للتصدي لجميع أعمالهم العدوانية. أعتقد أننا سنكون ند، أعتقد أننا سنجعل أي إجراء يقومون به غالي التكلفة، فهم يفكرون في ذلك قبل أي إجراء. المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي، شكرا جزيلا لك.